مساء الخير، القاهرة والناس تحييكم في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ونشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. مصر تحتفل بذكرى يوم مجيد. الرئيس في أكتوبر: مصر على قلب رجل واحد. لا زيادة في أسعار البنزين خلال العام المالي الحالي. الوحدة الفلسطينية تبدأ دوما من القاهرة. وإليكم تفاصيل النشرة. مصر تحتفل بذكرى يوم مجيد، فقد توافدت الأسر المصرية على النصب التذكاري للجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات بمدينة نصر في ذكرى 44 لانتصار 6 أكتوبر. وكان من بين الزوار عدد من أبطال الحرب واصطحبوا أحفادهم لبانوراما أكتوبر لتعريف الأجيال الجديدة بقيمة الانتصار وعظمة قوتنا المسلحة الباسلة. هذا ونشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيلما وثائقيا جديدا بعنوان حرب أكتوبر بعيون صناع النصر، تحدث فيها عدد كبير من قادة الجيش وقت الحرب ومرحلة حرب الاستنزاف، ومن بينهم الفريق محمد فوزي واللواء أمين هويدي وزيرا الحربية بعد النكسة، بالإضافة للسيدة جيهان السادات زوجة الرئيس السادات. وفي ذكرى النصر يتذكر المصريون بإجلال وإجبار الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام وصاحب قرار العبور في حرب 6 أكتوبر التي عبرت فيها الأمة المصرية والعربية مرارة الهزيمة إلى قوة وحلاوة النصر. كما لم ينسى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مؤكدين على ضرورة الفصل بين الأخطاء السياسية لمبارك ودوره كأحد القادة العظام للنصر. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تحدث إلى الأمة بمناسبة الذكرى 44 لمصر أكتوبر المجيد موجها تحية تقدير للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، كما وجه التحية للمصريين على ما يبذلونه من جهد وتضحيات في المعركة ضد الإرهاب الأسود ومن أجل إعادة البناء، مشيرا إلى أن هذه المعركة تلزمنا أن نكون جميعا على قلب رجل واحد حول الوطن، نحمي مقدراته ونصون مقدساته ونبني للأبناء والأحفاد المستقبل كما بنى لنا الأجداد الحاضر، مشددا على أن نصر أكتوبر لا يمثل مجرد انتصار عسكري ولكن أيضا انتصار على اليأس والأحباط. الحكومة تطمئنكم، فقد نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي، مؤكدا أن لن تكون هناك أي زيادات حتى انتهاء العام المالي بنهاية يونيو المقبل، مشيرة إلى أن منظومة الدعم في برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادي، كما أن هناك حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية. بشائر الخير تأتي من روما، فقد توقعت صحيفة المسجيرو الإيطالية انتعاشة قوية للسياحة بعد اعتماد البابا الفاتيكان مسار العائلة المقدسة ضمن الحج عند الكاثوليك، مشيرة في تقرير لها إلى أن هذه الخطوة من شأنها فتح الباب أمام تدفق آلاف الحجاج المسيحيين الذين يضعون الأراضي المقدسة ضمن مقاصدهم الأولى، خاصة مع تحسن صورة مصر أمام دول العالم وتحسن مستويات الأمن والاستقرار بشكل واضح، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تستهدف مليوني سائح من حجاج الفاتيكان على الأقل. الوحدة الفلسطينية تبدأ دوما من القاهرة، فقد وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن اجتماع القاهرة المقبل بين حركتي فتح وحماس بالمهم لوضع الأسس والبحث في التفاصيل الخاصة بتمكين حكومة الوفاق، مؤكدا أن هذا يحتاج إلى جهد وتعب ونوايا طيبة، فيما قالت حركة حماس أنها ستعمل على دعم حكومة الوفاق الوطني وستقدم مصلحة الشعب الفلسطيني على أي مصلحة حزبية في اجتماعات القاهرة الأسبوع المقبل، وستتعامل بإيجابية تامة ومرونة كاملة لإنجاحها. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.